شده في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. يوم جديد ولقاء يتجدد من برنامجكم اللون الأخضر. في البداية كده، لو سألت أي حد في الدنيا عن الشعب المصري وقلت له مين هو الشعب المصري، هتلاقيه تلقائي كده بيقول لك الشعب المصري هو أعظم شعوب الأرض. ولو سألته تاني وقلت له إيه اللي بيميز الشعب المصري، هيقول لك هيتميز بالكرم والسماحة وطيبة القلب، وكمان الضحكة الجميلة اللي بيتميز بها الشعب عن أي شعب في الدنيا دي كلها. غرضي من المقدمة اللي أنا التمست فيها طيبة الشعب المصري وكرم أخلاقه، وإن أنا مع حضراتكم في بعض الصفات اللي هي طرقت على المجتمع بتاعنا في الفترة الأخيرة، ولكن الصفات دي جاءت من قبل بعض العناصر بتسعى لتعكير صفو اللحمة الوطنية والصفات الجميلة اللي بيتحلى بها هذا الشعب. ولكن ده طبعا مش هيأثر في القواعد الراسخة والثابتة إن إحنا شعب طيب وجميل بيحب وبيكون الخير كل منا لأخيه، وكل منا بيحب الخير وأكتر لأخيه الآخر. ولكن احنا ازاي نحافظ ده كل واحد فينا يكون عنده واجب ان هو يحافظ على ده ويحافظ على القواعد الراسخه اللي هي من قديم الازل. النهارده هيبقى في حدث جميل جدا وحدث مهم جدا يمكن ينتظره الملايين، وهو انطلاق الدور المصري. الدور المصري يمكن توقف لمده عام وتم الحمد لله الموافقه على انطلاقه، والنهارده اول يوم هيبقى في مباراتين، المباراه الاولى بين الزمالك والبتروجيت، والمباراه الثانيه بين الاسماعيلي ووادي دجله. ولكن احنا ايه اللي بنتمناه ان يكون في الدوري في الفتره اللي جايه؟ ان احنا يكون عندنا روح كرويه، الروح الكرويه او الروح الرياضيه، ان كل واحد فينا يلتمس حب الكوره بس بدون تعصب وبدون عنف. ما نسمحش لاي فئه تسعى لتخريب وتعكير هذه الاجواء اللي احنا بنشهدها، اللي هي اجواء الحب والتسامح، وان احنا بنحب بعض وبنتكاتف ونترابط عشان ننتقل من مصرنا الحبيبه لبر الامان. عشان كده انا بوجه دعوه لحضراتكم، ويا رب ان شاء الله يمر هذا الدور على خير، وان احنا كل منا يكون كده يكون على قد المسؤوليه اللي القيت على عاتقه، لان المسؤولين مش بس هم اللي هيمروا بمصر الحبيبه لبر الامان، لكن قبل كل ده هو الشعب المصري العظيم. مشاهدينا تعالوا مع بعض نروح نسمع اغنيه كده نغير بيها الجو اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت، ونرجع نكمل مع حضراتكم اولى فقرات برنامجنا اللون الاخضر. علمني إيمان
يا مصر يا أمنا، يا مصر يا حبنا، يا مصر يا عشقنا. هي دي مصر الحبيبة، هي دي مصر الجميلة، هي دي مصر اللي بيسعى كل واحد فينا محب لهذا البلد العظيم إن يأمل إن مصر الجديدة تيجي في أقرب وقت. الحمد لله رب العالمين، خريطة الطريق تنفذ في ميعادها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأيام القادمة تشهد أفضل أيام على الشعب المصري العظيم. ولكن ده هيتم إزاي؟ بتكاتف كافة مؤسسات الدولة، وده طبعا بجانب الشعب المصري العظيم. كل مؤسسة في الدولة ليها دور لازم تقوم به على أكمل وجه. كمان كل مواطن مصري أصيل له دور إن هو يتفانى في عمله ويشتغل بإخلاص ويكون محب لهذا البلد ويراعي ربنا سبحانه وتعالى في عمله، ثم بعد ذلك يراعي ضميره. أنا كمان بدعو حضراتكم من خلال برنامجكم اللون الأخضر، وبجدد الدعوة في كل حلقة إن لو حابين تتناقشوا عن أي موضوع يا ريت تتصلوا على أرقامنا ونتواصل مع حضراتكم بإذن الله تعالى، عشان نفضل مع حضراتكم دائما نقدم لكم أفضل الموضوعات التي تنال إعجابكم. مشاهدينا تعالوا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اللون الأخضر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جينا مع فقرتنا المرئيه اللي بنطمن منها على الحاله المرئيه. النهارده الاحد، يمكن بدايه الاسبوع الفعلي بيشبه تقريبا يوم الخميس من حاله التكدس المروري، لكن تعالوا نطمن مع بعض وضع الحاله المرئيه من سياده الرائد مجدي حشيش مشرف عمليات بالاداره العامه للمرور. سياده الرائد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا تحياتي لحضرتك يا فندم. بدايه طمني على الحاله المرئيه النهارده الاحد، بدايه الاسبوع، ايه اخبار الحاله المرئيه؟ هل في تكدس في بعض المناطق؟ والله احنا الحمد لله النهارده يعني يمكن بيشهد يعني ارتفاع الكثافه كده على بعض محاوله ثلاث حالات النهارده الحد، يعتبر بدايه الاسبوع بالنسبه يعني العمل بعد انتهاء الاجازه جمعه وسبت. نعم. ففي بعض المحاوله كان فيها كثافات، ميدان التحرير مفتوح وفي بعض الكثافات كده في المناطق الماضيه الى مناطق وسط المدينه. تمام. عندنا كوبري اكتوبر بيعمل بحاله جيده الحمد لله في الاتجاهين، مناطق بس من اعلى وسط المعلقه اتجاه رمسيس واتجاه ميدان التحرير بيشهد بعض الكثافه لوجود بعض الاعطال تم رفعها ولكن كان لها تاثير نسبي. نعم. شارع صلاح سالم بيعمل بحاله جيده. الطريق القادم من ميدان العروبه اتجاه كوبري الفردوس سيدة عائشة في بعض الكثافات امام مسجد الرحمن الرحيم بسبب انتظار بعض السيارات لطلب الظهر. نعم. بعد الطلب ان شاء الله تنفرج هذه الكثافات وتنحسر تماما. عندنا شارع النصر اول عباس بيشهد بعض الكثافات الخفيفه جدا وغير المؤثره نظرا لتقاطع عباس مع النصر. نعم. مع ذلك الامور طبيعيه جدا. الطريق الدائري، مناطق السلام، مناطق المنيب كلها بتعمل بشكل جيد. اعلى الزراعي وطريق الزراعي اليوم للقاهره بدات. نعم. الكثافات تنحسر تماما بعد ما كانت يعني احجام مروريه عاليه في بدايه اليوم. نعم. الان الحمد لله انحصر التوقيت في القادم من مناطق الوجه البحري اتجاه مدينه القاهره. تمام. طيب سياده الرائد، عايز اطمن برضو، يمكن النهارده في مباريتين ممكن ده يشهد حاله من التكدس المروري في توقيت المباريات، استعدادات الاداره العامه للمرور للتغلب او تلاشي هذه الاوضاع اذا حدثت يعني؟ والله تعالى حضرتك المباريات عاده بتبقى بدون جمهور فما بيبقاش لها تاثير قوي يعني ما بيبقاش لها تاثيرها بيبقى محدود جدا، وخصوصا ان هي بتبقى في النوادي الخاصه بالاستادات الخاصه بالقوات المسلحه. نعم. في اماكن بتبقى محدده ل انتظار سيارات اللاعبين والحكام والاداريين. نعم. عدا ذلك بتبقى الامور طبيعيه جدا نظرا لعدم حضور الجماهير يعني. نعم. تمام. اذا الحاله المرئيه على ما يرام هذا اليوم. بشكرك جدا. بشكرك جدا سياده الرائد مجدي حشيش مشرف عمليات بالاداره العامه للمرور، طمنتنا يا فندم على الحاله المرئيه في العاصمه وايضا على الطرق الزراعيه والصحراويه. تعالوا مع بعض يعني نستعرض لحضراتكم اهم الاخبار التي تصدرت الصحف لهذا اليوم. اول خبر معانا استيراد افضل التقاوي لتشجيع زراعه بنجر السكر. كلف وزير الزراعه مركز البحوث الزراعيه بتقييم اصناف بنجر السكر الموصى بزراعتها في الموسم الجديد طبقا لسلوكها في الحقول التوسعيه والانتاج التجاري عن الموسم الماضي بعد تشكيل لجنه من معهد بحوث المحاصيل السكريه، واوصت باعتماد 66 صنفا من بنجر السكر عديد الاجنه و40 صنفا من بنجر وحيد الاجنه تم تسجيلها. كما يتم ايضا الاستيراد طبقا لطلبات شركات بنجر السكر على ان يتم توزيعها بنصف الثمن دعما من شركات التقاوي. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور عبد الله محمد الشافعي مدير معهد بحوث المحاصيل السكريه. دكتور عبد الله السلام عليكم. الله وبركاته، اهلا وسهلا. خلينا يا فندم نتكلم عن اهميه هذه الانواع من بنجر السكر، واذا تم فعلا زراعتها هنا في مصر كيف يعني يعود علينا باستفاده؟ هو حضرتك طبعا هذا الخبر اللي حضرتك لسه بتتكلم فيه دلوقتي بيعكس اهتمام معالي الوزير بمصلحه المزارع في ان بيتم يعني الدفع بافضل الاصناف من حيث محصول الجذور، وطبعا لمصلحه شركات السكر من حيث ايضا الجوده وارتفاع المحتوى السكري. تمام. هو اللي بيحصل ان دلوقتي المعهد بحوث المحاصيل السكريه هو الممثل لوزاره الزراعه فيما يخص اصناف بنجر السكر الوارده من الخارج المسجله. هذه الاصناف الشركات بتبعت التقاوي بتاعتها للمعهد وبتقدم طلب لتسجيل هذه الاصناف وبيتم اختبارها في العديد من مناطق زراعه البنجر اللي بتمتد من شمال الدلتا
وحتى اسيوط وجنوب المنيا. جميل. بيتم يعني تقييمها واختبارها لمده 3 سنوات في هذه في العديد من المناطق، وبيشترك مع معهد المحاصيل السكريه 5 جهات اخرى في داخل مركز البحوث الزراعيه، مش احنا بس اللي بنشتغل في الحكايه دي. تمام. زي الاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي، معهد الامراض، معهد الوقايه، معهد الاقتصاد، معهد الهندسه الوراثيه. تمام. كل ده لمصلحه المزارع، بحيث ان احنا بننتقي في النهايه وبنوصي بافضل الاصناف من حيث الارتفاع المحصول وارتفاع المحتوى السكري للجذور. اتمنى يا فندم التوفيق، بشكرك جدا على هذه الايضاحات وتفصيل هذا الخبر. بشكرك جدا دكتور عبد الله محمد الشافعي، مدير معهد بحوث المحاصيل السكريه. خبر اخر بعنوان اول نقابه لمزارعي المحاصيل السكريه بمحافظه قنا. قال سعد محمد عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأمين لجنة قوس بمحافظة قنا، إن اللجنة تمكنت من إنشاء أول نقابة للمزارعين بمحافظة قنا تحت اسم نقابة مزارعي المحاصيل السكرية. وأضاف عضو اللجنة المركزية بالحزب إن لجنة قوس بصدد إنشاء نقابة أخرى للمزارعين الذين يملكون أقل من ربع فدان، لأنهم الشريحة المهمشة والتي لا يمثلها أحد ولا يضمن حقوقها ككيان معتبر حسب تعبيره. أعتقد مثل هذه النقابات هتساعد أخواننا الفلاحين إن هم تلبي طلباتهم، تلبي احتياجاتهم، أو في شيء معين ممكن إن هم يستعينوا به. أعتقد هذه النقابة تضمن حقوقهم بشكل أوسع. معنا للتعقيب على هذا الخبر المهندسة إيمان محمد علي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا. باشمهندسة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل أهلنا في قنا. الله يخليك، اهلا وسهلا بكم قناة مصر الزراعية. انا مستمعة جيدة في قناة مصر الزراعية، بتابع كل اخبار الوزارة والمزارعين واخبار قطاع الزراعة كله على القناة. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف لينا، ونتمنى يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم باذن الله تعالى. بتقدموا حاجات جميلة حقيقة، يعني بتقدموا حاجات حلوة قوي. ربنا يخليكي، ميرسي جدا لزي حضرتك. انا عايز حضرتك تكلمينا عن يعني اول نقابه لمزارعي المحاصيل السكريه في محافظه انا، شايف حضرتك اهميه هذه النقابه وازاي تساعد اخواننا الفلاحين والمزارعين في المحافظه؟ هو يعني انا من وجهه نظري ان المفروض ان هي في نقابه للفلاحين على مستوى الجمهوريه ممثله في جميع المحافظات. تمام. المنوط بها شان اي كل ما يخص المزارع من حل مشكلة أو مقترحات أو يعني أو توفير يعني حياة كريمة للمزارع، بالإضافة إلى في وزارة الزراعة أصلا تعتبر هي بيت المزارع، بيت الفلاح، ووزارة الزراعة متمثلة في جميع القطاعات بتاعتها على مستوى الجمهورية ومتمثلة في جميع مديريات الزراعة اللي هي بتقدم خدمات للمزارع. فده المفروض ان هو معالي الوزير حقيقه يعني المجهودات اللي هو عاملها للمزارع، ويعني خاصه الايام الحاليه يعني احنا بنشكره كلنا على جهود سيادته اللي عاملها لخدمه المزارع. وحتى في الدستور حضرتك، الدستور فيه عداله اجتماعيه، واعتقد ان يكون ان المزارعين يتعمل لهم تامين صحي، وان حضرتك يتقال مادة في الدستور فيها الزام للدولة بانها هتاخد المحاصيل للمزارع، يعني مش محتاجين لان النقابات نوعية بحيث ان مثلا نقول كل محصول ليه نقابة ليه، لا طب ما هي النقابة العامة بتاعت الفلاحين هي هتجب كل ده، والدستور كمان بتاعنا اللي احنا كلنا صوتنا عليه بنعم، ده حافظ حق المزارع في كذا مادة فيها الزام للدولة. فانا شايفة ان بعد كمان اقرار الدستور ان شاء الله ان ما فيش اي داعي لنقابات فرعيه فيها تفتيت يعني، والا هتبقى مش معنى بتوع القصب، والقصب في الصعيد ما هوش في بحري، واحنا لسه في ماده في الدستور بتقول القاهره زي الصعيد. نعم. يعني وفي عداله اجتماعيه، واحنا اللي طالبنا بكده، واحنا اقرينا الدستور لان فعلا كل مواد الدستور في خدمه معظمها كذا ماده في الدستور بتخدم المزارع. حقيقة احنا يا فندم هدفنا الاول والاخير هو الارتقاء بحال المزارع او الفلاح المصري. بشكرك جدا المهندسة ايمان محمد علي، وكيل وزارة الزراعة ومحافظة قنا. خبرنا التالي بعنوان بدء فعاليات مؤتمر الجمعية العلمية لبحوث صحة الحيوان. معنا التعليق على هذا الخبر الدكتور سيد احمد سالم، رئيس بحوث بمعهد صحة الحيوان. دكتور سيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته استاذ عاصم. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يعني بدنا نكلمني يا فندم على فعاليات هذا المؤتمر وما يسفر عنه من نتائج يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي المؤتمر الثاني للجمعيه العلميه لمعهد بحوث صحه الحيوان. نعم. بينعقد من فتره من 2 ل 6 فبراير 2014. نعم. وبيناقش عدد من البحوث ما يقرب من 45 بحث علمي في مختلف التخصصات العلميه المتعلقه بالطب البيطري والثروه الحيوانيه. تناقش هذه الابحاث على مدار الخمس جلسات علميه. يتواجد فيهم اساتذه وعلماء وباحثين من مختلف الجامعات المصريه، كليات الطب البيطري والمعاهد البحثيه لمناقشه هذه الابحاث. بتتعلق هذه الابحاث الحقيقه ب ما يخص صحه الحيوان والتشخيص المعملي للأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية، والتشخيص الحديث بواسطة البايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي، أيضا بتبدأ فعاليات هذا المؤتمر اليوم تحت شعار صحة الحيوان رؤية حماية تطوير. وبالطبع بيبقى في توصيات للمؤتمر بنأمل ان هي تدخل حيز التنفيذ وتلاقي الاستجابة والاهتمام من السادة المسؤولين. لان دي الحقيقة ترجمة للبحث العلمي في صورة انفستمنت او استثمار للبحث العلمي، سواء كان على المجال التشخيصي او البحث. طيب دكتور سعيد، يعني بما ان حضرتك رئيس بحوث معهد صحه الحيوان، كيف ترى حال الثروه الحيوانيه وهذه الابحاث التي يتم مناقشتها في هذا المؤتمر، كيف تعود يعني بالنفع على ثروتنا الحيوانيه هنا في مصر؟ والله ووضوح، يعني عشان ما نبقاش يعني بنقول تمام يا فندم ولا حاجه. بالظبط كده. انما انا في رايي الشخصي وقد يكون خطا، ان ما زال الثروه الحيوانيه عايزه اهتمام، والاهتمام بيندرج تحت كلمتين انا دايما اقولهم: حمايه وتطوير. نعم. لو وصلنا لحمايه هذه الثروه وتطويرها، هي قرابه 10 مليون راس على حسب تعداد الهيئه العامه للخدمات البيطريه، دي تعتبر ثروه طبعا يعني قيمه ولها وزنها. نعم. ما هياش قليله، ولكن بكل اسف ما زالت الظروف يمكن السياسيه والامنيه في البلد بتعوق حيال المؤشرات الاقتصاديه الحقيقه الناجحه. المؤشر الاقتصادي بتاعي اللي انا بحسه والمواطن العادي في الشارع بيحسه هي الاسعار. اذا قدرنا ننجح ونخلي اللبن بنص سعره او 75% من سعره، والبيضة، يبقى هو ده النجاح الفعلي يا فندم الحقيقي. بالظبط كده، بالظبط كده. اذا قدرنا نعمل اكتفاء ذاتي من البروتين الحيواني برضه، يبقى ولو بنسبه، طبعا مش هنقول كله، ولكن بنقول النهارده احنا عندنا 40% اكتفاء ذاتي، لا احنا عايزين نوصلها ل 60 او 75. خلينا نقول المواطن زي ما هو عايز انه يحصل على منتج حيواني امن ونظيف، كمان عايز انه يحصل على هذا المنتج بسعر يعني يكون رحيم عليه. طبعا دي اخلاقيات لابد منها، ومبادئ لابد انها تبقى مرسخه. نعم. يعني احنا ما بنقدرش نتكلم فيها لان دي حاجات مرسخه وقواعد مرسخه، ولكن انا بتكلم ان احنا نقدم هذا الغذاء الامن، ولكن احنا عايزين الوفره بقى، ان احنا نقدر نعمل نوع من البوشنج او دفعه قويه لاقتصاد مصر من خلال القطاع الزراعي والحيواني بالتحديد. نعم. يعني بالتاكيد، يعني لان انا طبعا هم واجهين لعمله واحده طبعا يا فندم، نتمنى التوفيق ان شاء الله. طبعا بندرج تحت طبعا باذن الله تعالى وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. وطبعا بنشرف طبعا بان لينا نافذه اعلاميه محترمه وهي مصر الزراعيه. ربنا يخليك يا فندم، ونتمنى يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم ونقدم ما هو مفيد وجديد. بشكرك جدا الدكتور سيد احمد سالم، رئيس بحوث بمعهد بحوث صحه الحيوان. خبرنا التالي بعنوان: خطه امنيه شامله لحمايه المواقع الاثريه والسياحيه. معنا على الهاتف للتعقيب على هذا الخبر الاستاذ ايهاب موسى، مؤسس ائتلاف السياحه. استاذ ايهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ عامل ايه؟ تحياتي لحضرتك، وحشتني جدا.
انت اكثر صدقني. استاذ عبد، يمكن لاحظنا في الفتره الاخيره في اهتمام شويه، يمكن بعد ما كلنا عارفين الخسائر التي الحقت على متحف الفن الاسلامي اثناء تفجيرات مديريه الامن، لقينا شويه تحرك من السيد وزير الاثار ووزير الثقافه وايضا وزير السياحه بالحملات والدعوات اللي يقوم بها لتنشيط السياحه المصريه. كيف ترى حمايه هذا التراث، وكيف ترى هذه المجهودات التي تكبل دائما للحفاظ على هذا التراث المصري العظيم؟ بص، هو للاسف الاثار بتعاني من مش بس من اهمال، من اهمال وسرقه وكل اشكال التعدي عليها، خصوصا الثلاث سنين اللي فاتوا. طبعا قبل كده كان في برضه سرقات ممنهجه وخطط كبيره، بس كانت من مافيا الاثار. لكن دلوقتي كمان الناس الغلابه اللي هي عايشه فوق المناطق الاثريه، سواء في الاقصر او اسوان او حتى هنا في ابو النمرس، زي ما شفنا من كام يوم ضبطوا حوالي 2500 قطعه اثريه، يعني تعمل ثلاث اربع متاحف. ده طبعا الناس العاديه، لما كنا بننزل رحلات الثلاث سنين اللي فاتوا في اسوان بيقولوا لنا كنا من حال السياحه، ما فيش سياحه وما فيش دخل. طب بنسالهم انتوا عايشين منين؟ قالوا احنا بنطلع ننقب ونجيب اي حاجه كده نلاقيها ونبيعها. فطبعا الناس تحولت في الفتره اللي فاتت دي لمعتدي على الاثار، وطبعا ده كان بيبقى خصوصا من الناس للاسف اللي هي القائمين على حراسه الاثار، ده جانب واحد يعني غفر والناس دي. فده كان حاجه مش كويسه. الوزاره معذوره، وزاره الاثار عشان تصرف وتعمل حمايه وتعمل ترميم وتنقيب، ما هي عايزه دخل، والدخل بتاعها بيجي من السياحه ومن الناس اللي بتيجي. لما انعدمت السياحه، يعني حتى اللواء ممتاز اللي هو رئيس شرطه السياحه صرح في التصريح اللي فات ده انه عدد السياح اللي جم للمناطق الاثريه 700,000 سائح العام الماضي بس. 700,000 نسبه قليله جدا طبعا. 700,000 من 3 4 مليون سائح كانوا بيزوروا المناطق الاثريه. ده رقم يفرق في الحصيله جامد جدا، يعني حوالي مثلا ايه نص بتاع ده 20% من الايراد اللي كان بيجي للاثار. طبعا ازاي هيعملوا بالفلوس الضئيله دي خطط للحمايه الاثار؟ فاحنا دلوقتي في المشكله دي. الاثار لا تقدر بثمن، يعني الاثار نفسها حمايتها، انت بتحمي تاريخك، بتحمي تراثك، بتحمي كل هويتك. فطبعا هي طبعا احنا طبعا نتمنى ان هو طبعا بيحاولوا يلاقوا دلوقتي طريقه ان هم يعملوا يجدوا تمويل مناسب من حتى من شركات سياحه. طبعا بدعو شركات سياحه وغرف سياحه والاتحاد المصري غرف سياحيه انه يساهم في الكلام ده. ليه؟ لان الامن ده عامل من عوامل السياحه، واهم عامل من عوامل السياحه. اكيد طبعا. يعني عنصر من عناصر صناعه السياحه. ما تقدرش ولا مفيش امن وامان، مفيش اي حاجه في الدوله، مش السياحه بس. فانت زي ما بتبني فندق وبتبني ارض وبتجيب اكل للسياح، لازم تجيب لهم امن. فده يدخل في عناصر التكلفه. فانا بشوف انه كل الشركات السياحه والقائمين على صناعه السياحه لازم يفهموا في تكاليف الامن الزياده ده. فطبعا هم عندهم حق ان هم يعني يدعوا كل الشركات انها تساهم في تفعيل الامن وتساهم في تكاليف الامن. خلينا ان شاء الله يعني نتوسم خير ده اللي هنشهده في الفتره اللي جايه، ونقول يا رب ان شاء الله يعني السياحه ترجع يعني لمجراها اللي هو كان قبل كده، ومشهود بيه ان مصر الحبيبه هي يعني من افضل دول العالم جذبا للسياحه. بشكرك جدا الاستاذ ايهاب موسى، مؤسس ائتلاف السياحه. كمان انا عايز اضيف نقطه صغيره خاصه بالمناطق الاثريه والاثار بتاعتنا، لان ده يعني مش تراث المفروض الحكومه فقط ان هي تحافظ عليه، ولكن احنا كمصريين لازم كل واحد فينا يكون عنده نبع وطني واجب تجاه الدوله بتاعته ان هو يحافظ عليه اكثر من الحكومة. يمكن الفنان الجميل محمد صبحي دعا لمبادرة ان كل واحد يتبرع لترميم هذه الاثار، وخاصة الاثار التي كانت في متحف الفن الاسلامي، وطبعا كلنا عارفين الاضرار التي الحقت عليه، الخسائر التي وصلت لملايين. كمان احنا بندعم هذه المبادرة، واي حد حابب ان هو يشارك في هذه المبادرة اعتقد هيكون ده شيء جميل، وبيحث كمان الاطفال الصغيرين لما يطلعوا ويعرفوا قيمة تراثهم وحضارتهم هيحافظوا عليها اكتر مننا احنا كمان. واتمنى المصرين الحبيبة دايما في وانها تتصدر دول العالم في المحبة وما يميزها من معالم أثرية ومن شعبها الأصيل وكل هذه الصفات الجميلة، يا رب ما تحرمناش منها دايما إن شاء الله. مشاهدينا، يمكن دي كانت أخبارنا، لكن في خبر آخر خاص بالسكر، الرياضة والبعد عن الأطعمة الجاهزة للوقاية من السكر.
أكد الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر أن 50% من المصابين بالسكر لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض، وبالتالي لم يتم اكتشاف المرض إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة على العين والكلى والقلب والأعصاب وجميع أجزاء الجسم. وأضاف أيضا الحفناوي أن أكثر من 7 ملايين مصاب بالسكر في مصر، وإذا لم يتم السيطرة على المرض إنه من المتوقع أن ترتفع الإصابة بالمرض إلى أكثر من 12 مليون. وبهذا يرتفع تصنيف مصر على مستوى العالم في عدم التوعية ضد المرض لأنه في زيادة مستمرة. طبعا عارفين أن الشعب المصري يعني من أكثر شعوب الأرض إصابة بهذا المرض، يعني أسباب كتير جدا بتكون وراثة، ضغوط الحياة. وطبعا يمكن احنا كان عندنا فقرة قبل كده اتكلمنا فيها من خلال برنامجكم اللون الأخضر عن هذا المرض وإزاي احنا لو صاحبناه، يمكن الدكتور كان قبل كده شبهولنا أنه هو صديق للإنسان، لو احنا صاحبناه وعرفنا أعراضه وعرفنا أن احنا يعني نتغلب على المضاعفات بتاعته هيبقى صديق للإنسان ومش هنحس بالمضاعفات لا قدر الله. ونتمنى طبعا السلامة للجميع، ودائما أبدا الرياضة هي أفضل حاجة ممكن تقي بها جسمك من كل الأمراض. مشاهدينا تعالوا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. البلدي غالي والشرشير رخيص غالي. هقول دي الجوز ب 25 ودي ب 17 جنيه، البلدي الدكر ب 75 جنيه. الاسعار غاليه غاليه خالص، مش عارفين نعيش خالص. انا معايا بنتين باكلهم بالعافيه. والله اللي موجود واسعاره معقوله بنجيب، يعني كل حاجه هنعمل ايه؟ كل حاجه غاليه. دي بياكل علف وتشيشه وعيش وبرسيم، بياكل كل حاجه. لو اكلت علف يبقى الكيلو البطيتين يبقى 7 كيلو 6 كيلو. في دكر 4 في دكر. الجو غالي اصلا والجو الحاجه غاليه. اكله تشيشه عيش ذره، انما الثاني بياكل علف. الفراخ البلدي لها اكلها والفراخ البلدي لها اكلها. بلدي بقى عشان احنا بناخد الربيع عندنا في البيت وبيكبر وبيبقى واكل اكل البيت بيبقى حلو. البلدي بلدي والهجيني هجيني. البلدي ما يتربى، الهجيني ما يتربوش. عنده 18 مش بلدي، وعنده البلدي 21. يعني في الرخيص وفي الغالي، الغالي حلو واللي مش غالي مش حلو. انواع البط بلدي وفرنساوي ماشي وشرشيري، ودي فراخ بلدي. الفرق ان البط البلدي ما بيشيلش لحم بس الطعم حلو، البط الشرشيري بيشيل لحم بس الطعم مش قد كده حلو، البط الاسكوفي بيشيل لحمه بس سمين. في اقبال على الشراء وتمام ومية مية. فراخ البيضة اعمار قليله، الفرخه البلدي عمرها كبير، يعني على بال ما تدبح الفرخه البلدي على بال ما تدبح عمرها كبير، انما الفرخه البيضة 45 يوم تدبح. يمكن ده اللي شفناه مع حضراتكم في التقرير حال السوق الخاص بالدواجن والطيور. بشكر زميلي طبعا محمد خالد على هذا التقرير، ولكن يعني انا دايما بأمل في حاجه ان الشعب المصري ما يشكيش من غلو الاسعار. للاسف يمكن ده امل، بس انا عندي امل في ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء ان ده هيتحقق، وان شاء الله يعني خلونا نتوسم شيء في الفتره اللي جايه ان يكون في سعر يعني ملائم للمواطن المصري البسيط. ولكن الشيء الجميل ان رغم ارتفاع الاسعار ورغم الظروف ان الشعب المصري ما بيقدرش يبطل العاده الجميله اللي هو فيه اللي هي الاكل، وكمان ما بيقدرش يحرم نفسه من اي حاجه بيحبها، لكن دور الحكومه انها توفر هذه السلع للمواطن بسعر يناسب ظروف المعيشيه اللي بيمر بيها. نتمنى ان شاء الله ان يكون في الفتره اللي جايه ده، خلونا نتوسم في الخير ونتفائل اكثر واكثر، لان ان شاء الله الايام اللي جايه خلونا متفائلين تكون افضل. النهارده مشاهدينا معانا فقرتين حواريتين مهمتين جدا. الفقره الاولى هنتكلم فيها عن ظاهره العنف التي طرأت مؤخرا في الشارع المصري. مش عايز اقول انها موجوده من زمان، لا هي ظاهره كلنا نتفق انها طرأت في الشارع المصري مؤخرا. اما الفقره الثانيه اللي هنتكلم فيها عن المكفوفين في عيون المبصرين. طبعا عارفين قيمه المكفوفين، يمكن هناك الكثير من المكفوفين او ذوي الاعاقه ان هم اكثر نفعا من السلام في المجتمع المصري، ده اللي هنناقشه في الفقره الثانيه. لكن تعالوا نطلع فاصل ونرجع نبدا اولى فقرتنا الحواريه واللي هنتكلم فيها عن ظاهره العنف التي طرأت في الشارع المصري.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج الحصاد. هنشوف الاول شويه عناوين ونرجع مره اخرى. تفاصيل الخبر بيقول وفد امريكي لمراقبه الاستفتاء، فلسفه الدستور انتهيت فيه الى قضيه قطاع، ممكن ازاي نستفيد منها عشان يعرف الفلاح هو هيزرع ايه وبكام. اهدافنا حل كل المشكلات، التعاون المشترك. عرضت ايضا بعض القرارات، طرحنا العديد من الملفات. اهلا بيك حاج علي. مفيش حاجه اسمها تصنيف، اكيد له اهميه. مصر والاردن ولبنان ازاي نطمنهم ان هو هيوصل لهم فتره اقل مشروع زي اكبر مشروع. اعزائي المشاهدين هنستناكم برضه في الحصاد. بشكركم، تصبحوا على الف خير. الحصاد من الاحد الى الخميس في 8 مساء على مصر الزراعية. هذا البرنامج برعاية في البرنامج نوضح الحقيقة. سمعنا مؤخرا عن نقابة المهن الزراعية للفلاح. وزير الزراعة نبحث إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ترعى مصالحهم. هنا الحقيقة. سياسة الائتمان بتاع البنك بدأت بتركيع الفلاح في الأرض. الفلاح ده مهنة. البنك ده اسمه بنك بينفذ السياسة الزراعية للدولة. معانا مداخلة تليفونية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، برحب بحضرتك يا فندم في هنا الحقيقة. هنا الحقيقة. أنا أدين السياسة الزراعية. أنا مع حضرتك أن يكون فعلا معيار الكفاءة هو المعيار الحقيقي للاختيار. أوعدكم بأن احنا نسعى إلى الحقيقة كاملة ونستمر في فتح الملفات المهمة. هنا الحقيقة الثلاثاء في 6 مساء على مصر الزراعية. في كل حلقة من أبيض وأسود هنختار قضية. بيعاني الفلاح المصري من كتير من المشكلات. رأيك ورأيي وآراء كتيرة ومساحة بيضة. دي مشكلتنا الكيماوي بس، لما بنروح الجمعية بيعجدونا الأمور. ومساحة سودة للي كسل واللي طنش واللي فكر إنه الكرسي دايم. أبيض وأسود. بنك التنمية والائتمان الزراعي مسؤول عن ضياع الفلاح. احنا عندنا 11 مليار متر مكعب ميه. والله لما تكون الاراضي مليانه خير تبقى الحاجه كتيره ورخيصه. بدل ما اجيب شكاره الكيماوي ب 200 جنيه اجيبها ب 50 جنيه اجيبها ب 100 جنيه. ابيض واسود الجمعه على مصر الزراعيه. شعبنا الطيب المحترم دايما ما بيعرفش العنف، ولكن بعض الظواهر السلبية اللي ازدادت مؤخرا واللي اتسمت شوية بالعنف أو العدوانية ده يمكن جاءت من فئة قليلة أو ناتجة عن مظاهر أو اختلافات سياسية معينة، ولكن دائما أبدا الشعب المصري يتميز بالسماحة والطيبة وكرم الأخلاق والضحكة الجميلة اللي بتميز بها طبعا عن كل شعوب الأرض. ولكن ما هي ظاهرة العنف؟ ما أسباب العنف؟ لماذا تظهر أو تزداد مؤخرا في الفترة اللي فاتت؟ ومقارنة ما بين العنف وما بين السلوك العدواني ده اللي هنعرفه أكتر مع ضيفي الدكتور عبد الرؤوف الضبع، أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الأداب للبحوث والدراسات. دكتور مشرفني. أهلا وسهلا. موضوع العنف ده موضوع مهم جدا، يمكن أنا حابب قبل ما نستفيد في هذا الحوار خلينا نروح نشوف تقرير يوضح لنا أكتر ويلقينا الضوء على هذه الظاهرة. نعم. نرجع نستفيد في الحوار مع حضرتك أكتر. نشوف التقرير مشاهدينا نرجع نكمل مع حضرتكم. العنف هو ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري
وأصبح هو اللغة السائدة في الشارع، وتراجعت معه منظومة القيم والأخلاق، وانتشرت الكلمات الخادشة للحياء، ووصلت إلى أسماع المارة دون مراعاة لمشاعرهم. إن تاريخ مصر القديم والحديث لم يشهد ما يشهده الآن الشارع المصري من انفلات سلوكي، فالبعض يرى أن ظاهرة العنف هي ظاهرة خطيرة ومرض اجتماعي أكثر من كونها جريمة. إن صور العنف بمختلف رواياته وأشكاله قد عمت شوارعنا وبيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا وأماكن العمل، وإن حل هذه المشكلة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى عودة طبيعة الشخصية المصرية المعهودة، وبالتالي لا بد أن تجتمع كل الأطراف، لأن غياب أي منها سوف يؤدي إلى فشل منظومة الإصلاح وتفاقم العنف وتزايد الجريمة، فالتهاون في تطبيق القانون. يمكن كلنا عندنا حالة من الذهول، من مش عايز اقول انتشار يعني ظاهرة العنف، ولكن احنا طفت شوية في الفترة اللي فات او كثرت، ولكن ده طبعا ما يخلناش ان احنا نخشى ونقول ان الشعب المصري يعني لديه عنف او شعب عدواني. لا، الشعب المصري بتاعنا، وبؤكد دائما ان هو شعب طيب، ولكن هذه الظاهرة دي اسبابها ايه؟ وزي انا مع حضراتكم ان الظاهرة ممكن تاخد شكل مؤقت وبعد كده بتنتهي، لكن نستفيد اكتر مع دكتور. برحب بحضرتك تاني يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في البداية عايزين نتكلم عن ظاهرة العنف. أنا عارف إن الظاهرة دي ممكن تكون طريقة على المجتمع بتاعنا في الفترة الأخيرة دي، وحضرتك يمكن قبل الفاصل قلت لي يمكن العنف هو موجود داخل أو يكمن داخل شخصية البني آدم، ولكن لماذا يمكن شفناها بشكل أكبر الفترة اللي فاتت؟ في الحقيقة أنا عايز أفصل ما بين مرحلتين في تاريخ العنف في المجتمع المصري. نعم. بعد 25 يناير هذه مرحلة، وهذا طبيعي أن يحدث هذا العنف بهذا الشكل. لا نقول أننا معه، لا، ولا نسلي عليه، ولا نضع في الإطار أنه ظاهرة إيجابية، هو ظاهرة سلبية. لكن مع الثورات دائما بيحدث هذا العنف. لكن أعود بالذاكرة إلى ما قبل 25 يناير. كانت بدأت ظواهر العنف تعلو نبرتها في المجتمع المصري، وتعلو صورها في المجتمع المصري، وتزداد المساحة في المجتمع المصري. تمام. هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول وهو أنه فيه عدد من الإشباعات غير مشبعة، الاحتياجات غير مشبعة. وأيضا يوجد حلحلة في القانون الذي يحكم السلوك. المعادلة ما بين الاثنين. فيه ضغط موجود على الإنسان كشخص، والقانون في نفسه قلت حركته على ضبط هذا السلوك. فوجدنا مظاهر العنف المتعددة على مستوى العنف الأسري، على مستوى عنف الشارع، على مستوى عنف الطلاب في الجامعات، وجدنا كل هذا. أما فيما يتعلق بما حدث بعد ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة، فهذا سوف يدرس ضمن ما يمكن أن يدرس تحت بند الأمراض الاجتماعية، لأنه السلوك العنيف هو رد فعل انفعالي لحدث معين. تمام. وهذا الحدث المعين ضروري ان يكون راجع الى العقل الانسان. تمام. يعني حد بي 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 يسعى الى ان هو يوقعك في الشارع، رد الفعل الطبيعي انك انت تكون مقاوم لهذا الفعل. لكن اللي حدث فيه احداث كثيرة وثرية وخصبة في مرحلة ما بعد 25 يناير تجسد فيها العنف، وتجسد الفاعلين، وأيضا حتى هذه اللحظة ما زلنا نبحث عن الذين حرقوا المجمع العلمي. نعم. الذين فعلوا. تمام. ممكن الآن بدأت الصورة تتضح قليلا، لكن ما زلنا أمام هذه الظاهرة. لكن أنا لما أرجع إلى منبت العنف، من أين ينبت العنف؟ العنف ينبت من الأسرة. العنف ينبت من الأسرة. أنا يمكن أن أنا أخرج إلى الحياة أبناء يميلوا إلى العنف ويمارسوا العنف، أو درجة العنف تكون لديهم أقل من خلال التنشئة الاجتماعية. ده رقم واحد. تمام. رقم اثنين، من خلال أنه خفض درجة التوتر التي تؤدي دائما إلى العنف.
وأنا لا أستطيع. في مرة من المرات قلت في زمن من الأزمان كانت الأسرة هي التي تربي أبنائها. نعم. لكن الآن الأسرة صارت واحد من عشرات الذين يربوا الأبناء. طيب أنا معلش هقطع حضرتك في الجزئية دي. يعني نجد أحيانا هناك الأسر لا تتميز بالطيبة وكرم الأخلاق وحسن المعاملة، ولكن نجد مثلا أحد أفراد هذه الأسرة يتصف بالعنف، ده نتج عن إيه وأسبابه؟ له يعني أنا عايز أفصل ما بين مفهومين. نعم فضل. ليس كل إنسان يمارس عنفا ما غير طيب، وليس كل إنسان لا يمارس عنفا ما هو طيب. طيب خلينا نفرق بقى العنف الطيب والعنف الطيب. الاستواء الاجتماعي والنفسي. نعم. الاستواء الاجتماعي والنفسي ما فيش حد يشابه الآخر، حتى التوأمين المتطابقين اللي جايين من بويضة واحدة غير متطابقين. نعم. ففي حد من الأبناء بيارس ميل معين والآخر يارس ميل مختلف. ده على مستوى الأسرة. لكن احنا خلينا نرجع مرة ثانية عشان نقول ما الذي أدى إلى زيادة معدلات العنف على مستوى الشارع المصري. قبضة القانون متراخية وضغوط الحياة متزايدة. فإذا تزايدت ضغوط الحياة مع ارتخاء قبضة القانون وجدنا أنه العنف يزداد. يعني ده سبب رئيسي في ازداد العنف. أكيد طبعا. لكن العنف ليس صفة وراثية في الإنسان. لا، ده شيء مكتسب. ولما رجعت أنا للأسرة قلت أنه الأسرة حينما تربي الأبناء على إنه ما تبقاش عنيف، هي اللي تعلمهم كيف يكون ذلك. تمام. هي تعلمهم كيف يكون رد الأفعال. ما هو الطفل لا يتعامل مع الشارع مباشرة، يتعامل مع الأب ومع الأم ومع الأخ ومع الأخت. فإذا ساد نوع من السلوك بداية إنه أنا ربي أبنائي على إنه هم ما يكونوش تصادميين، يبقى هيخرجوا مع زملائهم على هذا الناحية. طيب دكتور، حضرتك ذكرت تراخي قبضة القانون مع تزايد ضغوط الحياة، ده ممكن يكون سبب رئيسي في تولد ظاهرة العنف. ده اللي خلينا أسأل حضرتك، علاقة الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع بظاهرة العنف، هل هذه علاقة مباشرة أو كيف ترى ذلك؟ العلاقة ما بين علاقة سببية. نعم. بمعنى علاقة سببية ألف سبب به. إذا كان لدينا دائرة عنف حادثة، فضغط الظروف الاقتصادية، ضغط أو لخبطة الظروف السياسية والفوضى في الظروف السياسية، نعم، هم عاملين رئيسيين في ازدياد معدلات العنف. تعالى شوف المشهد المزري اللي كان على ضفاف النيل في المعادي في المحكمة الدستورية العليا. هذا العنف الذي كان يمارس، ما العلاقة ما بين محكمة تقر أحكام وبين إناس يحيطون بها؟ صدق أستاذنا الدكتور يحيى الرخاوي حينما سأله أحد تعليق على هذا المظهر، قال إنه من شأنه شأن من بصق على وجهه. نعم. وقس على ذلك العديد. لكن دائما إذا أردنا أن يكون الحديث مثمر، نعم، فلابد أن في كل لحظة أو في كل فترة نقف إلى جانب معين. كيف لنا أن نستعيد هدوء الشارع بالدرجة الأولى؟ أو كيف لنا أن نقلص من مستوى العنف في الشارع المصري على بالمستوى الأولى؟ نعم. قانون صارم يطبق على الجميع دون تمييز. قانون صارم عادل على الجميع، عادل صارم يطبق على الجميع دون تمييز، ده ممكن يساهم في يعني قلة حدة العنف في الشارع، يقضي على العنف كله في الشارع. حضرتك بلورت الحل لوضع العنف في الشارع المصري. أنا عندي دلوقتي عنف وعندي جريمة. نعم. يعني ليس كل سلوك عنيف هو جريمة، لكن كل جريمة هي سلوك عنيف. نعم. فأنا عايز أقضي على العنف، إن أنا عايز إن أنا أعدي في الشارع، أوقف ده وأخذ طريقة عكسي وأفعل ما أفعله كما نرى في الشارع المصري. نعم. أنا عايز أخفض هذا، عايز أخلي أعيد الاحترام إلى الشارع المصري، لأنه أحكم على بلد ما أو على مدينة ما لا تروح مؤسسة ولا تروح وزارة ولا تروح أي مكان، امشي في شارعها. تمام.
وشوف كيف يتعامل الناس بعضهم مع البعض الآخر وكيف يتعامل الناس مع القانون. نعم. في يعني لا أقارن ولكن أستشهد بشواهد. في مدينة روما على سبيل المثال كنت في زيارة لها. على الخطوط البيضاء مرور المشاة تستمتع وأنت تمشي. لأنه لا بشر يستطيع أن يعتدي عليك. نعم. سألت الأول الحوار بيني وبين نفسي، هل اطلعين دول ناس عندهم أخلاقيات عالية بهذا المستوى؟ لكن رديت على نفسي ذات السؤال وطرحته على آخر، قال لي القانون. القانون. القانون، لأنه إذا دهس شخص أيا كان هذا الشخص، إذا دهس المواطن مواطنا آخرا على خطوط السير البيضاء يطبق عليه القانون. لا، في التو واللحظة، إيه؟ مش يقعد سنين طويلة، لا، ده هو يتخذ الإجراء القانوني حالا، والمصاب يطلب ما شاء دون حد أقصى. فكل واحد حينما ينظر إلى الخطوط البيضاء ينظر إلى نفسه، إلى أولاده، إلى أسرته، إلى إنه هو هيبيع اللي وراه واللي قدامه مش هيقدر. فمن هنا أقول قانون عادل. قانون لابد أن يكون عادلا صارما يطبق على الجميع دون تمييز، يطبق على اللبس الجلابية ويطبق على الوزير ويطبق على الأستاذ ويطبق على التخين وعلى الرفيع. دون أي تمييز. حضرتك ذكرت ده يا دكتور، يعني يشير أن هناك بعض القوانين عندنا في المجتمع المصري لابد أن يتم إعادة النظر فيها حتى تساهم بشكل كبير في قضاء ظاهرة القضاء. لدينا ترسانة من القوانين وكلها قوانين، أنا مش أقول إعادة النظر في القوانين، لا، أقول كيف يمكن أن يأخذ القانون مجراه، كيف يطبق وفي نفس الوقت من الذي يطبق القانون؟ تطبيق هذا القانون قبل ما كيف يعني قبل ما يطبق القانون؟ تطبيق هذا القانون رجال القائمين عليه انا اعلم، انا بقول لحضرتك يعني آلية تطبيق القانون هي اهم شيء في الموضوع ده كله. اكيد. نعم. اكيد. وفي نفس الوقت الذي يطبق القانون لازم هو كمان يكون مستريح. ما خليش واحد يقعد بشر 12 ساعه في الشارع عشان اقول له طبق القانون. نعم. كيف يمكن أن يواصل العمل لهذه الفترة جميعا وفي النهاية أطلب منه تطبيق القانون؟ هو نفسه عاجز عن أنه هو يعني يمكن هذا الشأن الخاص بالقانون. لو تطرقنا أيضا لشيء مؤثر جدا في المجتمع يعني والجميع يعلم هذا، هو وسائل الإعلام. كيف ترى دور وسائل الإعلام وارتباطها في حاجة إلى ترشيد، والترشيد اللي هو إحكام العقل. نعم. خليني أقول أنه البرنامج اللي أنا بزيعه ده مردوده ايه؟ هل يمكن انه يأخذني الى الطريق الصحيح كمجتمع ودولة وقطاع، ام انه هو يزيد من اشتعال الموقف؟ فالاعلام من اخطر الادوات التي تشكل اتجاهات المجتمعات. نعم. فلكن هنا الرشد بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ 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 الاعلام. يعني ايه الرشد؟ يعني مصلحه مصر فين؟ مصلحه منطقه الدق فين؟ مصلحه الحد المنطقه دي فين؟ اسعى الى ترشيد المصلحه ولا اسعى الى ان انا اجلس مكان سقراط وادعي الحكمه كما يحدث الان لدينا 30 مليون سقراط مصري. يعني الدور يختصر على المرشد والموجه فقط حضرتك. بعرض بموضوعيه. نعم. وفي نفس الوقت ما لا أسعى إلى تهييج الناس واللعب بالمشاعر والعبث بالعقول. تمام. ده دور الإعلام. تمام. طيب دكتور، خلينا نرجع بالذاكرة شوية كده قبل الثورات. يمكن مشاهد العنف لما كنا بنلاحظها يمكن الكل كان يتوقف أمامها، ولكن للأسف مع تكرار واستمرار هذه المشاهد الخاصة بالعنف أصبح مشهد العنف مألوف. بما تفسر هذه المشاهد؟ مشاعر الإنسان هكذا دائما. مشاعر الإنسان هكذا دائما. يعني أنت لما ننقل صورة معينة نقول أنا لما أشوف جثة واحد ميت مشاعري تهتز، لكن طبيب الطب الشرعي الذي يتناول الجثة يوميا في عمله يروح بيته ويأكل ويشرب ويمارس، يعني
فإذا ما اعتدنا احنا اعتدنا يعني لما كنا حنشوف كده حادثة ماتوا فيها 2-3 كنا تهتز مشاعرنا. تمام. لكن مع تكرار هذا وتكرار بشكل يومي تشكل في 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 وجداننا حاجة بنقول مش عايزين نشوفه مش عايزين نسمع. ولكن انا متفائل المرحلة القادمة سوف ينحسر فيها كل هذا العنف، لأنه من طباع المجتمع المصري إنه مجتمع يعني غير متحجر، مجتمع قابل إنه هو يستجيب في سرعة، مجتمع مزاجه ممكن إنه هو ما فيش التعسر ما فيش التحجر ما فيش التطرف. ولهذا أرى إنه لكن لابد أن يحدث ماذا بقى؟ لابد ان انا اواجه هذه المشكلات الرئيسيه. انا الان سعدت للغايه حقيقه حينما دعيت الى هذا المكان وحينما دخلت الى هذا المكان، لانه انا ارى، وليس راي خاص ولكن هكذا يقول العلم وهكذا يقول التاريخ، لابد لنا اذا اردنا النهضه بهذا البلد فنبدا من هنا. نبدأ من الزراعة، لأنه لم تنهض دولة أبدا في التاريخ إلا حينما نهضت في الزراعة. كان أستاذنا الكبير دكتور إبراهيم بدران وهو يعني 90 سنة كان يحاضر لنا الأسبوع قبل الماضي في جامعة عين شمس عن تجربة تفوق أمريكا، فيحكي قصة صغيرة خلاصتها أن أمريكية كان يمضي فترة من الزمن هناك مدة شهر، فسألته أخت كارتر، أخت جيمي كارتر أستاذة، سألته ما هو تفوق أمريكا؟ فقال لها في 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 في، قالت له نو، قالت له عندك بكرة ساعة فراغ؟ قال لها ليه؟ قالت له هاخدك بالطيارة الخاصة بتاعتي عشان أوريك كيف تتفوق أمريكا. فلا طب قولي لي لأنه عشان أقدر. قالت له احنا ندرس، رايحة اقول لك انه هو هخليك بالطيارة بتاعتي تمر على مساحة عدة ملايين في زراعة محصول واحد. عدة ملايين هكتارات في زراعة محصول واحد. قالت له ليه بقى؟ عندهم اهتمام بالغ بالزراعة. قالت له ليه بقى؟ لانه علمنا من خلال العلم والدراسة انه هذا المحصول العام القادم مصاب في معظم انحاء العالم. فهو مش عايزين يبقى المحصول بتاعهم، لا، عشان يكون لهم السيطرة على العالم. هذه أمريكا في القرن 21. تمام. فإحنا عندي وعندي أنا كتبت وقلت و2010 كتبت عن سيناء وأجريت دراسة ميدانية عن سيناء. دراسة ميدانية على الناس وعلى تشكي وعلى حلايب، على من يريد أن ينهض بهذه الدولة وهذا البلد أن يبدأ بتنمية الأطراف الزراعية. سيناء تصلح للزراعة بمساحات غير محدودة فيها، هعمل تفريغ للتكتل السكاني لأنه الازدحام يؤدي إلى العنف، مش هد... مش هد... مش هد... مش هنسى موضوعي. الازدحام يؤدي إلى العنف وليست كلمة تقال ولكن قانون يحكم السلوك البشري. إذا كان هناك زحام فلا بد أن ترتفع معدلات العنف، لأنه يعني بالفعل بيؤدي لشيء من الضيق فبيخلي الإنسان لوحده يتنفس بكافة التفعيلات. هفرغ سكان، هعمل أمن وطني وأمن قومي، هتزيد من الاقتصاد، قدر الاقتصاد على المواجهة والتحدي. تمام. عندي في الجنوب في تشكي لابد هعمل أخطر حاجة، إن أنا هفرغ كمية البطالة من المتعلمين التي يصل عددها وفق القراءات الأخيرة أكثر من تعداد 2-3 من دول مجاورة. تمام. وصلنا إلى 5-6 مليون شاب عاطل. هؤلاء العاطلين عشان إن أنا أنمي الانتماء لديهم، عشان إن أنمي الوطني لهذا البلد، أديهم فرصة عمل. وفي 98 طرحت على شباب الجامعة في بحث ميداني مين اللي يروح تشكي؟
كانت الإجابة كبيرة. سألتهم ليه، عددوا عديد من الأسباب التي تدفعهم إلى العمل في تشك، بيسافروا يعملوا في دول عربية درجة الحرارة فيها كبيرة في جدا، في الاعتدال 40 إلى 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 آخره. فنرجع مرة تانية، عايزين نخلي درجات العنف تنخفض في مجتمعنا المصري، علينا أن نبدأ بالتنمية الاقتصادية، وبداية التنمية الاقتصادية تكون بتنمية قطاع الزراعة، وتنمية قطاع الزراعة سيصاحبها تنمية في الثروة الحيوانية، سيصاحبها تحسن في البيئة، تحسن في البيئة سيصاحبها إنه أنا بلدي كلها لا تكون محصورة في الوادي الضيق، ولكن هحقق القوم الأمن القومي. فحضارة المجتمعات، أقول على كلمة صغيرة، نهضة أي دولة قامت، أي دولة متقدمة على سواء على مستوى المعمورة وعلى مستوى التاريخ، نهضت على ساقين، زراعة أدت إلى تصنيع. تمام، نقف عند هذه الجزئية وناخد الدكتورة سوسن فايد، مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية. دكتور سوسن سلام عليكم. دكتور سوسن سلام عليكم. أهلا بيك. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يمكن في هذه الفقرة بنتكلم عن ظاهرة العنف، وده اللي خلينا أسأل حضرتك، ما هي الظروف التي أدت إلى تنامي يعني ظاهرة العنف في المجتمع المصري واللي لاحظناها شوية في الفترة الأخيرة؟ هو حضرتك طبعا احنا يعني عشان كلامنا يبقى محدد، هل انت بتقصد العنف الاجتماعي ولا العنف السياسي ولا اللي هو يعني الارهاب، ولا تقصد ايه طيب. اي نوع من العنف؟ انا يمكن يعني بقصد العنف بصفه عامه. انا عارف ان هناك الكثير من انواع العنف، ولكن الاسباب اللي طرأت علينا في الفتره اللي فاتت انا عارف انها اسباب عنف سياسي، ولكن لو القينا الضوء على العنف بصفه عامه فهم. يعني هقول لحضرتك حاجة، هو المشهد السياسي هو الحاكم في القضية، وإنه اختلاف الأيديولوجيات كان سبب في الصراع والصدام وسبب أصيل في العنف الحقيقة في شارع مصر في الفترة الأخيرة. إلا إنه طبعا حضرتك عارف إنه اللي هو بؤرة الاهتمام هو صدام الشعبي مع ظواهر العنف السياسي أو الإرهاب اللي بيقوم به فصيل الإخوان الإرهابيون، على اعتبار انه انا شايفة انه الشعب النهاردة بيمثل درع واقي للعنف ضد الارهاب. تمام. وده فارق عن الارهاب في التسعينات. هو النهاردة اللي بيحاصر الارهاب، وهو اذا كان بيبدو منه سلوك العنف، ولكن العنف المضاد للعنف السياسي او للارهاب، يعني هنا يعتبر إرهاب عنف ايجابي لانه بيتصدى للإرهاب. لكن قضيه الارهاب نفسها اذا عايزين نلقي الضوء عليها، انا شايفه انه في نوع من تقليص العنف من قبل الاخوان الارهابيون اللي هم اصحاب الايديولوجيه، ولكن دلوقتي اللي هم ممولون اللي في بياخذوا مقابل مادي لتحقيق اجنده خارجيه. تمام. ففي الحالة دي طبعا نقدر نبقى محددين وواضح عندنا العنف الباعث ليه ايه. العنف تحول من عنف مجرد سلوك من فرد لفرد الى انه بقى في جبهة شعبية بتحاول انها تتصدى للعنف السياسي اللي هو بيريد احباط الدولة واحباط النظام. فده ايجابي، وهنا في وعي فكري لدى الشعب المصري دون توجيه، هو يتحسس الخطر ويحاول يتصدى للعنف اللي هو ممكن يكون مدمر للدولة. تمام. طيب دكتور سوسن، يمكن بعد الثورة وخاصة ثورة 25 من يناير مشاهد العنف تكررت كثيرا، هل أساسي أن يكون بعض مظاهر العنف تعقب هذه الثورات، أو بصورة أوضح ماذا فعلت ثورة 25 من يناير في الشارع المصري من مظاهر عنف؟ يعني هو طبعا بعد 25 يناير كانت مرحلة انتقالية، وكان في نوع من كل زي ما تقول حضرتك بقى ايه، التورته اتهدت وكل واحد عايز ياخد حته، فكل واحد بيسعى باسلوبه او حسب بيسعى لمآرب شخصيه يعني. نعم، بيسعى لمآرب شخصيه دون نظر لمصلحه الاخر في الاول. في الاول ده حصل.
حضرتك على اعتبار انه يعني كل واحد بيحاول يأمن نفسه. فكان في نوع من الصراع الى حد كبير بكل يعني جهة او كل صاحب مصلحة بيحاول باسلوب فيه عنف شوية انه هو يحاول يعني يبقى له ارض صلبة يقف عليها. وطبعا في زخم كبير من الائتلافات الشعب اللي هي الشبابية. وابتدوا يحاولوا يعملوا بلورة وكل واحد عايز يعمل لنفسه يعني ايديولوجية او فكر او خصوصية. حصل نوع زي بالضبط كده كأنك بتقلب كوباية الشاي لخبطة في المجتمع وكل واحد ما هوش عارف البوصلة رايحة فين. لكن بعد كده لما استقرت الامور واتضحت الرؤية وبان ان الاخوان ما هماش يعني شرفاء وان الدولة بتضيع, الجبهات دي كلها توحدت في حزب المؤتمر. وابتدوا يبقى في عندهم توجه للمصلحة العامة مش المصلحة الفردية. لان حسوا ان المغرب المركب بتغرق يعني. فكان هنا من اللحظة دي كان في جبهات جماعية وبقى في توحد اللي ادى بينا 30 يونيو. وده كان نوع من انواع اذا ما تقول التحصين, لانه لو ما تمسكناش ببعض وحصلت الوحدة دي كان ممكن يحصل انهيار للمجتمع وللدولة. حسوا بالخطر. فمن هنا بقى في رأي جمعي, بقى في جبهات جماعية. بعد كده حضرتك انت طبعا ده يعني الوقت القريب بقى اللي من 30 يونيو لغاية النهاردة في طبعا اجتياز لان احنا خلصنا الدستور بطريقة برضو فيها هدوء وفيها حد كبير. نوع من التنسيق ما بين الجماعات وما بين الايديولوجيات. فداخلين بقى على الانتخابات الرئاسية يمكن هذا الاستقرار السياسي يا فندم هيؤدي شويه يعني لاختفاء هذه الظاهره من الشارع المصري, خاصه يمكن الدكتور عبد الرؤوف اكد ان الشعب المصري دائما هو طيب بالفطره. بشكرك جدا الدكتوره سوسن فايد, مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه. ايضا معنا على الهاتف الحاج سعد من محافظه المنيا. حاج سعد السلام عليكم. اهلا سلام ورحمه الله وبركاته, وسلامي الى الدكتور العزيز والمعدين والمخرجين بتوعه القناه بتاعتنا. اللي بتلعلع في جميع العالم, وهي دي اللي هتعمل عداله من جمال عبد الناصر الى الفريق السيسي ان شاء الله. ربنا يخليك. اتكلم لك اقل من دقيقه مختصره جدا. اتفضل. يعني اسباب العنف دوا في الشارع وغيره وغيره اسباب الحكومه الفاسده. ما الحكومة الفاسدة لو تعمل حالة عدالة مش هيبقى في حالة عنف أبدا. في ناس طبعا سعادتك زي ما تقول مغرر بيها, وناس مش لاقية تاكل, خد يا فلان اعمل كذا كذا, خد يا فلان فجر العربية دي. لكن فلان ده لو عنده خمس فدادين في الصحراء الغربية ولا الشرقية مش فاضي ياخد بومبة يفجرها. لازم يبقى فيه عدالة قوية جدا, ولازم يبقى فيه يعني توازن في الدولة عشان ما حدش يقدر يعمل أي حاجة. اللي يعمل أي حاجة خطر يتعدل في الميدان العام. وطبعا شوف عبد الناصر عمل ايه. الرجال خاص بالفريق السيسي ان شاء الله لما يمسك الدولة يلغي جميع الأحزاب دي كلها, كل أحزاب فاسدة دي كلها شايفة لمصلحتها. شوف الفلاح هو اللي بيعديهم النهار في بتاعته, لكن عشان سعادتك الأحزاب دي كلها لمصلحتها الخاصة. وعايز الدكتور اللي قاعد سعادتك الكريم دوا يعلق على هذا الكلام. شكرا لكم جميعا. بشكرك جدا حاج سعد محافظة ألمانيا. يمكن أنا كنت أطلب من حضرتك تعليق لكن هو سبق يعني أصاب في بعض الجوانب وكان عنيف في بعض الجوانب الأخرى. لدي شيء من العنف. العنف ما هو يمكن يكون نابع من الحماسة أو من الحب إن هو يطلع هذه المظاهر. لي كلمة صغيرة, الغضب يغلق العقل. الغضب يغلق العقل بقاعدة ثابتة دائما. لكن عايز اتوقف عند جزئيتين في الحقيقة. الجزئية الأولى في الخطاب الشارع الآن حول الترويج لمفهوم الإرهاب, وأنا يعني أتخوف من هذا المفهوم. أتخوف من ردود الفعل الخارجية لوصم إنه ما يحدث في مصر بكونه إرهاب, ونظل نردد في هذه المقولة حتى إنه ممكن إن احنا يعني مورد رئيس لدينا, مورد رئيس وصناعة رئيسة لدينا, وهي صناعة السياحة اللي كانت بتديني سنويا 12 مليار دولار تتأثر بهذا
لأنه أنا لما صباحا مساء أملأ آذان الناس بأنه مصر تحارب الإرهاب، عندئذ كل البشر سوف يصدقون أن الإرهاب يكتسح مصر. نعم. أنا أقول بأن هذه جرائم، هذه جريمة، جرائم. نعم. والجريمة ظاهرة اجتماعية تصاحب المجتمعات في أي مكان وأي زمان. تمام. تقل معدلاتها، تنخفض معدلاتها، هذه جريمة سياسية. يبقى أنا بتعامل مع جريمة سياسية وأتعامل مع حد ارتكب جريمة سياسية. نعم. وأصيغ هذا المفهوم وأدشن هذا المفهوم وأوعى باللنا بنشره في العالم. تمام. لأنه زي ما من شوية قلت سعادتك، سقراط الحكيم المصري منه 20 مليون، كل يمتلك الحكمة. تمام. لا، أنا لما أكد للعالم كله الإرهاب الإرهاب الإرهاب، من الذي سيأتي سائحا عندي وأنا بلد يعاني من الإرهاب؟ أنا بلد معدلات الجريمة السياسية عندي مرتفعة، وأضع هذا المفهوم وأصك هذا المفهوم، لأنه كلمة إرهاب كلمة مطاطة. وإحنا في تسعينيات القرن الماضي تصدينا بالكتابة للأمريكان حينما وصمونا بهذا الوصف، وصفوا المنطقة كلها بالإرهاب، ففندنا الحجج. فما ينفعش إن أنا أفند الحجج على الأمريكي وعلى الغرب حينما وصفني بال، وبعد كده أجي أنا أرتدي نفس الرداء اللي يتخلصت منه. سوء الصياغة يا دكتور هي اللي أدت. هو سوء الصياغة. نعم. مع الكثافة في الترديد، مع أن الإعلام، وإحنا كنا بنتكلم من شوية عن دور الإعلام، دور الإعلام. نعم. مع تركيز الإعلام على هذا المفهوم. أنا أقول هذه جريمة سياسية. تمام. هذا الذي يمارس في سيناء جرائم سياسية. تمام. الذي يمارس في 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 هذه كلها جرائم سياسية. تمام. هذا من جانب. الجانب الثاني مع أخي المتحدث من المنيا، بالفعل بالفعل العدالة الاجتماعية الحقيقية، العدالة الاجتماعية الحقيقية فيها كثير من انخفاض معدلات الجريمة. وخلينا بقى نتكلم عن الجريمة ونسيب الإرهاب ده كمفهوم سياسي نحطه على جنب. تمام. في سبعينيات القرن الماضي، ويعني بمناسبة الأستاذة زميلة الأستاذة الدكتورة سوسن، عمل أستاذنا الدكتور أحمد خليفة عليه رحمة الله مع الدكتور سيد شتا ربنا يديله الصحة دراسة عن جريمة الاختلاس في نهاية الستينيات. فكان أكثر مبلغ تم اختلاسه 5000 جنيه. السبب ده في ايه؟ السبب ورا ده، اشمعنى المبلغ ده؟ ده اكبر مبلغ. لكن الاختلاس كان 3 جنيه، كان 10 جنيه، كان 5 جنيه. لماذا؟ لانه كان في صرامة في تطبيق القانون. وكان الاختلاس والرشوة. فهنا لما كان القانون صارم واللي ويتعقب كل من تحوم حوله شبهة، وفي شفافية، وكان في شخصيات تحكم مصر غير قابلة للتخريم، في شخصيات بتتخرم، فلما بتتخرم الشخصية ما، واحنا أكثر ناس مسكين الإبر وبنخرم. والمعنى قد يكون في غموض، لكن نقعد بقى نقلب بسرعة ونضخم الشخصية تمام. مفيش دولة الفرد ودولة صلاح الدين لم تعد موجودة. الآن تنهض الدول بجماعة وبمؤسسة وبنظم. عندنا نظم مترهلة. عندنا نظمنا، نظام اقتصادي، نظام صحي، نظام تعليمي، نظام سياسي. هذه النظم كلها ترهلت. طيب. عايزينها ترجع مرة تانية نشيطة وتقف مع من يتولى. نعم. تقف مع من يتولى. لكن أتصور أن السلطان قطز هيرجع مرة تاني، ولا صلاح الدين هيرجع مرة. قيادة الفرد لم تعد موجودة في العالم. طيب دكتور عبد الرؤوف، لو تطرقنا لمظهر آخر من مظاهر العنف في الجماعات،
يمكن حضرتك تعلم مؤخرا أن هذا المشهد تكرر مرارا وتكرارا في كثير من الجامعات المصرية، كيف تفسر ذلك وتقيمه؟ بدأت في البداية بالمقاومة، قاومت أن تكون الجامعة مكانا لممارسة السياسة، وكنت كل ما تكون الجامعة مكانا لممارسة السياسة. طيب يمكن يعني ما مطلب حضرتك يمكن يتعارض مع مطالب الآخرين لدراسة السياسة؟ نعم لدراسة السياسة نعم ده. لممارسة السياسة لا، لدراسة يعني السياسة وليس ممارسة السياسة. تدرس يدرس العلم، لكن وجدت في المرحلة الأولى بعد 25 يناير أقطاب معينين كل واحد جاي ياخد جايبين له تصريح عشان يجي يعمل محاضرة في الجامعة في سوهاج، فكنت من الرافضين كوكيل للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية. لا أوافق. لماذا لا أوافق؟ لأن القادم سيشحن فريق من الطلاب تمام بفكرة معينة، ويجي حد تاني يشحنهم بفكرة أخرى. إحنا بننتبه للحدث بعد أن يتشكل ويتكون وينمو، لكن الطالب دخل الجامعة ليه؟ من أجل هدف رئيس، تحصيل العلم. نعم. عايز تمارس سياسة برا الجامعة فيه ممارسة السياسة، انتبه للحزب، وأنا مش هكلمك أنت منتمي لأي حزب. لكن خلطنا حصر الجامعة فقط على الدراسة وليس ممارسة السياسة. مفروض في كل بلاد العالم في الجامعة هي مكان لتحصيل العلم لا أكثر. تمام. عايز يمارس السياسة يروح للحزب اللي برا. لكن في داخل الجامعة لما تعمل لي أحزاب سياسية في الجامعة شربنا من هذا الكأس المر، وجدنا طلاب الإخوان جماعة الإخوان يحرقوا والطلاب التانيين لا يتصدوا، وجدنا تحول طلاب الإخوان للصدام مع إدارة الجامعات، وجدنا الاعتداء على منشآت الجامعات. لماذا؟ لأنه الجامعة ليست مكانا لممارسة السياسة. نعم الجامعة ليست مكانا لممارسة السياسة. يعني هل أستطيع أن أنا أقول تعالى نحول الجامع إلى ممارسة للشعر؟ لا طبعا. إيه؟ الجامع ده دور عبادة والجامعة نعم دور علم. طيب أخذ الشيخ فكري حسن أحد علماء الأزهر الشريف. الشيخ فكري السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم. يمكن في هذه الفقرة بنتكلم عن ظاهرة العنف، عايز أعرف رأي الدين في هذه الظاهرة وكيف يعني يساهم الدين في القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله تبارك وتعالى وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. في الحقيقة لو أننا نفهم جوهر الإسلام فهما صحيحا ونلتزم بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد العلاج في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ألفاظ لابد أن نحددها وأن نبين مدلولها. أولا من هو المسلم؟ نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا المسلم في منطوق الإسلام حقيقة ليس بالمسلم اللي يعبث بالقيم والذي يدعو إلى العنف، وليس بالمسلم اللي هو هذا الإنسان الذي يدعو ويروع ويخوف الناس، ليس بمسلم. حقيقة المسلم في نظر الإسلام الذي يسلم الناس جميعا من لسانه ويده. أما كلمة المؤمن فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس يعني المسلم وغير المسلم، فالمؤمن إنسان يحب للناس جميعا الخير ولا يفعل من الأعمال ما يجعل الناس تعيش في رعب وفي عنف. والمهاجر في نظر النبي عليه الصلاة والسلام نجد النبي يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وفي تأليفه للقلوب ما يؤكد هذا المعنى.
إذن أي إنسان يخرج عن هذه القيم ويؤذي الآخرين ويثير الرعب ويعمد إلى الأساليب الإجرامية ليثير الذعر بين الناس، إنسان لا يفهم حقيقة الإسلام ولا يفهم جوهر هذا الدين. بشكرك جدا. بشكرك جدا. ندعو الناس إنها تلتزم بتعريف كلمة المسلم وتعريف كلمة المؤمن وتعريف كلمة المهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بشكرك جدا الشيخ فكري حسن من علماء الأزهر الشريف. حقيقة حضرتك أوجزت الكلام في ظاهرة العنف، وإذا اقتدينا بمكارم الأخلاق الخاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي الحنيف، أعتقد ده يعني عامل أساسي في القضاء على ظاهرة العنف. دكتور عبد الرؤوف، في نهاية هذا اللقاء أريد من حضرتك روشتة مثمرة من خلالها ممكن أن نقضي على الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى ظاهرة العنف، ويعني نسعى دائما أن الشعب المصري وهذا المجتمع ما يكونش في أي نوع من أنواع العنف. أن تضع الدولة خطة معينة لتخفيض معدلات البطالة سنويا، هنزل البطالة بنسبة كذا حتى يأتي علينا وقت نقارب العالم المتقدم من في معدلات البطالة. نعم. ده هذا أولا. ودون حل مشكلة البطالة بالأخص ظاهرة العنف لن نجد لها حل. لأنه لو شفت، يعني لو كان لدي أداة إن أنا أشوف مين اللي قاموا بالعنف كلهم، سوف أجد نسبة غالبة، وأنا ما أتكلمش على 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 موقف معين، لا على العموم. نعم. في ارتباط ما بين الاثنين. هذا جانب. الجانب الثاني إنه لابد أن الدولة بقانونها تعود إلى القوة وتعود إلى الحزم وتعود إلى التطبيق الفعلي، وبالتالي لما حد يمارس عنف معين يجد أن هناك قانون سوف يتصدى له. نعم. ويردعه، وبالتالي يستطيع أنه يترشد ويرشد عقله أنه هذا السلوك العنيف يمكن أن يوقعني تحت المساءلة فأمتنع عنه. نعم. الجانب الثالث خفض معدلات الاستفزاز التي تحدث من خلال التباين الطبقي البشع اللي موجود في مصر في 15 سنة الأخيرة. نعم. يعني لا بد أن الدولة، وأنا هنا أتحدث عن الدولة الناهضة والتي لا بد أن تنهض وستنهض، إن هي تعمل على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية بمؤشرات ومعدلات معينة. نعم. ثم إصلاح النظام التربوي المترهل في مصر. تمام. إذن كل هذه الحلول اللي حضرتك ذكرتها تساهم في انخفاض معدلات العنف في المجتمع المصري، بل من الممكن أن تعمل على عليه نهائيا، تعمل على انتهاء الظاهرة. بشكرك جدا دكتور عبد الرؤوف الضبع، استاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب للبحوث والدراسات. دكتور شرفتيني وبشكرك جدا على هذه المعلومات القيمة. شكرا. ودائما مصر بخير. يا رب دايما بخير. مشاهدينا، يمكن هذه الفقرة حاولنا نستفيض فيها أكثر في الحوار عن أسباب العنف وكيف نقضي عليها ونتغلب عليها لكي يعني يصبح ويمتد الظاهرة التي يمتاز بها الشعب المصري العظيم، وهي الطيبة ومكارم الأخلاق. وكما ذكر أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ فكري، قال إن احنا لو اقتدينا بالدين الإسلامي بتاعنا أو أي دين سماوي بمكارم الأخلاق فيه، أعتقد ده شيء أساسي إن احنا يعني نقضي على أي ظاهرة العنف. كمان الدولة المصرية أو أي دولة في العالم تريد أن تقضي على ظاهرة العنف في المجتمع بتاعها، لابد أن تحقق كافة طلباته، وكمان تعيش الشعب بتاعها في راحة نفسية، لأن طبعا الضغوط النفسية هي الأساس اللي بتولد هذا السلوك وسلوك العنف. نتمنى نكون حضرتكم استفدتم من هذه الفقرة. بعد الفاصل عندنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها عن المكفوف في نظر المبصرين. برنامج نوضح الحقيقة. سمعنا مؤخرا عن نقابة المهن الزراعية للفلاح. وزير الزراعة نبحث إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ترعى مصالحهم. هنا الحقيقة. سياسة الائتمان بتاع البنك
بدأت بتركيع الفلاح في الأرض. الفلاح ده مهنة. البنك ده اسمه بنك بينفذ سياسة زراعية للدولة. معانا مداخلة تليفونية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، برحب بحضرتك يا فندم في هنا الحقيقة. هنا الحقيقة. أنا أدين السياسة الزراعية. أنا مع حضرتك أن يكون فعلا معيار الكفاءة هو المعيار الحقيقي للاختيار. أوعدكم بأن احنا نسعى إلى الحقيقة كاملة ونستمر في فتح الملفات المهمة. هنا الحقيقة الثلاثاء في السادسة مساء على مصر الزراعية. في كل حلقة من أبيض وأسود هنختار قضية. بيعاني الفلاح المصري من كتير من المشكلات. رأيك ورأيي وآراء كتيرة ومساحة بيضة. دي مشكلتنا الكيماوي بس، لما بنروح الجمعية بيعجدوا لنا الأمور. ومساحة سودة للي كسل واللي طنش واللي فكر إنه الكرسي دايم. أبيض وأسود. بنك التنمية والائتمان الزراعي مسؤول عن ضياع الفلاح. عندنا 11 مليار متر مكعب مية. والله لما تكون الأراضي مليانة خير تبقى الحاجة كتيرة ورخيصة. بدل ما أجيب شكارة الكيماوي ب200 جنيه أجيبها ب50 جنيه أجيبها ب100 جنيه. أبيض وأسود الجمعة على مصر الزراعية. هذا البرنامج الذي يعرض على شاشة قناة مصر الزراعية. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا البرنامج الجديد هدى للمتقين. أهلا بك قناة مصر الزراعية، عشان أنت نفسك تسمعنا. عملت البرنامج كلنا بنقول لا إله إلا الله. لو أنا مسلم ودعوتي اللي أنا هطلع هتعمل فتنة وهتعمل مشكلة لازم أأخرها شوية. الشيخ أحمد صبري. لا إله إلا الله، إنك تتعلم معنى التوحيد. اوعى تفكر ان طريق حرام هو طريق الهداية. بنصحى من النوم نقول لا إله إلا الله. هتكلم معاكم في القضايا المتعلقة بيكو كفلاحين، زكاة الزروع. هتكلم معاكم في البرنامج في كل ما يتعلق بحياتنا وآخرتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الشيخ أحمد صبري على الهواء مباشرة في هدى للمتقين الأربعاء والخميس في الرابعة عصرا على مصر الزراعية. الحمد لله الذي أخذ بصري وترك لي بصيرتي، وعافاني في ديني وابتلاني في دنياي وجعلني آية للناس. الحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سوى. مشاهدينا، هذه الفقرة نختص فيها الحديث عن المكفوفين في عيون المبصرين. كلنا نعلم أن المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة هم يعني أحد الفئات المؤثرة في هذا المجتمع، خاصة المجتمع المصري، ولكن إذا تم الاهتمام بهم الاهتمام الأمثل أعتقد ده بيثبت أن هؤلاء المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم القدرة أو القدرة أن يكونوا أفضل من الأشخاص السلام. وده يمكن اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة، هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا بطولات لم يستطيع الشخص السليم تحقيقها. النهاردة نستفيد في الحوار أكثر في هذا الموضوع مع شيخي الشيخ حسن عبد الخالق المناعي، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. شيخ حسن، أهلا بحضرتك وتحياتي لك يا فندم. يا مرحبا بك وبالقائمين على هذه القناة وبجميع المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا قبل ما نستفيد في هذا الحوار أستاذن حضرتك يعني نخرج لتقرير ونرجع نكمل مع حضرتك هذا الحوار المثمر بإذن الله تعالى. مشاهدينا، نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضرتك.
إن مشكلة المكفوفين في مصر أو في البلدان العربية ليست بفقدان بصرهم، بل بعجز المجتمعات المحيطة بهم عن تفهم احتياجاتهم وعدم الاعتراف بقدراتهم وإمكانياتهم بالعيش على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع. لذا فإن أحد أهم أهداف رابطة المكفوفين العرب هو تغيير هذا الواقع عبر تزويد المجتمعات المحيطة بالمكفوفين بالمعلومات الضرورية. إن الشخص الكفيف يحتاج إلى الفرصة والثقة من المبصرين لكي يعطي ما لديه ويبدع، ولا يجب تهميشه أو إهماله لأنه شخص فعال في المجتمع. ويجب على المبصرين أن يقتنعوا بكون ذوي الإعاقة البصرية أشخاصا فاعلين في المجتمع. قالوا الظلام على الكفيف مخيف، فأجبتهم بعض العمي تشريف، فبأذنه ولسانه وبأنفه نور البصيرة والذكاء رهيف، فالشمس تشرق في حدائق قلبه وإن اعترضوا النهار خسوف، هو مبدع الإحساس سيد روحه، مدن تعيش بمقلتيه وريف. شيخ حسن، برحب بحضرتك، وفي البداية تعليق حضرتك على هذه الأبيات من الشعر. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالمؤدين والقائمين والمشاهدين. أهلا بحضرتك. هذه الأبيات تلمس القلوب، بل وتطفي على الإنسان، لا أقول الكفيف وإنما البصير، نور البصيرة التي منحت من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الكفيف لا ينقصه شيء، لأن بصره عوض في قلبه. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينظر إلى عبده يقول في حديث ما معناه: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو معول الإيمان والنور واليقين. وما في القلب يترجمه العمل بأداء الجوارح لمهامها. فهذا البرنامج عندما نتكلم عن المكفوفين أو البصراء وإخوانهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأقول عنهم متحدي الإعاقة، لا أقول ذوي الإعاقة، وإنما متحدي الإعاقة. وكفى البصراء شرفا عندما جاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول منشغلا مع قوم من قريش لدخولهم الإسلام، فالرسول اهتم بهذا الأمر ولم يجب سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم، ليس إنقاصا من حقه. فما كان من الله عز وجل إلا أن يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم عتاب محبة ويقول له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لم يكن هذا العتاب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صورة رسمت في أمة النبي لكي يعرفوا مكانة الكفيف ومكانة ذوي الاحتياجات الخاصة. عتاب في شخص النبي لأمة النبي، ليدرك الإنسان معنى الذي فقد بصره، ومعنى الإنسان الذي وهو بصير ويتزاحم ويتلاحم مع بني بلدته أو أمته أو عشيرته، بل ويكاد أن يفوق عليهم أو يتفوق عليهم. والمثل الأعلى طه حسين، عندما كان كفيفا وتعلم في قريته، ثم بعد ذلك جاء به القدر أن يكون وزيرا للمعارف، شاركوا في وزراء وشاركوا في مناصب عليا، وهؤلاء البصراء يعيشون مهمشين في دولة بها الأزهر الشريف.
شيخ حسن، يعني أنا بحيي حضرتك على هذا الكلام الذي التمس قلبي يعني بشيء كبير من الطيبة، ولكن خلينا نقول نحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة الذي يعني يسكنها بداخل كل شخص أخذ منه البصر وأعطاه البصيرة. ليس في حديثي اعتراض على ما أنعم الله، بل هي نعمة من الله عز وجل. نعم، لكل إنسان كفيف هي نعمة. نعم، وليس نقص. يمكن النعمة تحسدون عليها، يمكن احنا نعم نعم. ما يعني ما بنعيبش بهذه النعمة، لكن انتم يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى زرع في قلوبكم البصيرة وهي اقوى احيانا نعم من البصر. طيب لو اتكلمنا شوية عن حقوق المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وزي ما حضرتك قلت متحدي الاعاقة في الدستور المصري، كيف ترى حالهم في هذا الدستور؟ هل كفل لهم كافة المواد التي تضمن لهم حقوقهم؟ قبل ما اذكر الدستور، نعم، اذكر جميع متحدي الإعاقة، سواء كان الإعاقة بصرية أو حركية. نعم. مهمشون، بل وازدادوا تهميشا في العصور الماضية. نعم. كلا يرى لهم سبيل، ولا يدرك لهم حس. نعم. ولا يعتنى بهم لا من الدولة والقائمين عليها ولا من أسرهم، بل كان من يرزق معاقا وخاصة في الأرياف والقرى كان يخشى المعارة، أن يعاير بأنه رزق بإنسان معاق. ولكن شاء القدر وتجلى الله عز وجل على مصر، حيث لن يتجلى على أرض مثل ما تجلى على قطعة من مصر وهي سيناء، عندما خاطبه سيدنا موسى فتجلى الله على الجبل، الجبل في سيناء. هذا التجلي جعل الدستور الذي أعلن عنه وصوت عليه في 14 و15 يناير هو دستور أقول عليه جامع مانع. نعم. أعطى لكل ذي حق حقه، مهما كان من حاقدين أو حاسدين أو معرضين أو مبغضين. نعم. هذا الدستور به ما يقرب عن 8 مواد تتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. رفع من شأنهم، وأود أن يعاملوا ليس بالقوانين بل يعاملوا بالدستور. نعم. الدستور الجديد لمصر الجديدة، لمصر الأزهر، أن يعاملوا بالدستور لا بالقوانين. نعم. لأن القوانين تحذف وتجذف، ولكن الدستور أسهب وأبدع وجمع فأوعى الله لهذه الأمة وليس لفئة خاصة. تمام. طيب فئة، يعني حضرتك ذكرت أو ارتكزت شوية على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور، لو اتكلمنا أيضا عن اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، كيف يكونون ذوي الاحتياجات الخاصة يعني فئات فعالة في المجتمع المصري؟ اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم هم لبنة من المجتمع. نعم. فاندماجهم ليس منا ولا عطفا، وإنما حقيقة وجدت بوجود القرآن الكريم الذي قال في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا كان الله كرم الآدمية والإنسانية، ونذهب إلى سيدنا عمر إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما قال: لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. إذا كان الدين يحمي الدواب، فكيف بالإنسان الذي يهمش على قدر الله فيه، سواء كان أصيب في بصره
أو في يده أو في سمعه أو في كلامه. إذا كان الله يحرص ويأمر المسلمين والقائمين على الأمر بالحرص على الدوام، فكيف لا نحرص على هذه الفئة التي هم مشى؟ وأرجو من القائمين، وعندما قال الرئيس المؤقت اهتماما بالدعوة والدعاء وذوي الاحتياجات الخاصة، كان شرفا عظيما من الدستور المصري. أكيد طبعا يا فندم. أستاذنا حك ناخد الأستاذ محمد من البحيرة. أستاذ محمد سلام عليكم. سلام محمد سلام عليكم. ازيك يا أستاذنا؟ أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي ليك ولكل أهلنا في البحيرة. بخير يا رب، وسلمينا على الشيخ الفاضل الراجل المحترم اللي ربنا أنعم عليه بحاجي بالوجوه اللي هي أفسدت حياتنا وأفسدت أموالنا وأفسدت صحتنا وأفسدت أراضينا ومواشينا. سلمك الله وبارك الله فيك. أنا بنشكر إنه هو ما شافوش بعينه. نعم. أنا بنشكر الشيخ الفاضل إنه هو ما شافش الناس دي اللي أفسدت حياتنا. نعم. هم مش عملوا دستور عشان خاطر يدوا كل واحد حقه. هم بطبوا، هم بشبطوا علينا بالشر، لكن احنا عايزين الخير ما يبتدوا. هم اقوى مننا، احنا الغلابه الفلاحين الغلابي اللي محتاجين عطف حنان، محتاجين واحد يمدينا ايد. احنا ما عايزين ناكل، احنا فلاحين. هم فين الحاج عبد الله؟ هم فين الحاج عبد الله برغش؟ فين الاكيد بتاعنا؟ تمام. فين الاكيد بتاعنا؟ احنا فين هو؟ اللي هو اللي احنا لينا 50% من الدولي، وهم دلوقتي بيتعاركوا على كراسي احنا ما عارفين اشكاله. احنا بناس وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ان هو يغسل بدلته من الناس اللي هي عافيته وطهر بلدنا، يطهر بلدنا. احنا ما عارفين علينا تاني بقى، الله يكرمكم يا فندم. احنا عمامنا، احنا بنتفاجئ ان المغرب رسالة حضرتك وصلت. أستاذ محمد بشكرك جدا، حاج محمد من محافظة البحيرة. شكر الله لك يا فندم، بشكرك جدا أستاذ محمد من البحيرة. شيخ حسن، لو تطرقت في الحديث شوية عن التجارب الخاصة بالمكفوفين في حياتهم، أعتقد يمكن لديهم مكنون رباني من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولديهم المقدرة أن يثبتوا ذاتهم إذا أتيحت لهم هذه الفرصة. لو تطرقت في الحديث عن تجربة حضرتك العلمية، وحضرتك أحد كبار أئمة الأزهر الشريف وبوزارة الأوقاف، يعني احكي لنا يعني أكثر عن هذه التجربة، وكيف يعني تغلبت على مش عايز أقول هذه العاقة، ولكن حضرتك يعني فضلت بنعمة أفضل هي نعمة البصيرة. أحمد الله على أن أنعم علي بنعمة البصيرة وليس البصر. نعم. لأن البصر رؤيته محدودة. يعني لو نظرنا لا نرى خلف هذا الاستديو، ولكن لو من الله على البصيرة لرأت ما وراء الحجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن لأنه يرى بنور الله، وقيل يرى بنور الإيمان. الله. تجاربي وأذكر بعضها. الله. كف بصري وأنا في العاشرة من عمري. وبنيت نفسي بنفسي عندما دخلت الأزهر الشريف، هو الذي احتواني وجعل مني الكينونة التي أخاطب بها من أخاطب. الله. خفت على نفسي أن أتوقف عن مسيرة العلم، فتركت بلدي قنا وذهبت إلى إسوان لأن بها معهد داخلي، وكانت عندما تنقص مني المصاريف أعمل بنفسي عاملا في مصنع كيما للسماد، وكنت في السبعينات أتقاضى 73 قرشا اليومية، وهذا كنت أعمل أسبوعا لأكمل دراستي، مع أن أسرتي كانت عندها الكفاءة والقدرة أن تغنيني عن ذلك، ولكن لا أود أن أكون عالة على أحد، وإنما لا أرى في نفسي أني محتاج لأحد، وإنما احتياجي لمن خلقني فسواني. وعشت أن وصلت وعينت مقيما للشعائر بالثانوية الأزهرية في إسوان. نعم. وكان عملي في إسوان ودراستي
في القاهرة. نعم. فمن الصعب أن أجمع بينهما. فدخلت على أحد القائمين على وزارة الأوقاف وطرحت عليه سؤالا كأني أنا سئلته، وقلت جاءني سؤال وأنا في حقل الدعوة. نعم. ولم أجد عندي إجابة، فربما أجد الإجابة عندكم. قال تفضل. قلت له جاءني سائل يقول أأترك العلم أم العمل؟ فرد علي ردا لطيفا، يا بني لا يترك العلم ولا العمل، العلم مكمل للعمل والعمل مكمل للعلم حقيقة. فقلت وإن تحال الجمع بينهما؟ قال يسعى. قلت أنا الذي أخاطبك في هذا الأمر، سؤالي مني إليك، عملي في إسوان وعلمي في القاهرة. فأكرمني هذا الرجل ونقلني من إسوان إلى القاهرة، وأصبحت أعمل وأدرس في مكان واحد. طب خلال هذا المشوار يا شيخ حسن، ما فيش أي مظاهر العاقة حسيت بيها أو شعرتها، أو حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ منك نعمة البصر وأعطاك نعمة أفضل منها البصيرة، ما حسيتش إن أنت مثلا في حاجة يعني منعتك أو ضايقتك في هذا المشوار؟ كلما يعتريني موقف يدور في خاطري فقدان بصري، أتغلب عليه بقوة. كيف القوة؟ بقوة الإيمان. الله. لأن البصر ليس كل شيء. نعم. ولا أخفي عليك كنت أدعو الله ألا يرد لي بصري وينور لي بصيرتي، لأني ما وجدت في بصيرتي لا أراه في بصر من يبصر وينظر، لأن هناك الكثير من المبصرين ويكونون عالة على غيرهم. نعم. والبصراء يكونون كفلاء لغيرهم. الله. وهذا مما منحني، ولم أجد إعاقة ولا أي عقبة أوقفتني عن أي شيء أريده علما أم عملا. الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك. شو حسن برضو أتطرق للحديث لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة أو المكفين، ولا حضرتك نائبا لرئيسها يا فندم؟ كلمني أكتر وأعطيني تفاصيل عنها. شرفت أن أكون نائبا لرئيس جمعية المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية. نعم. منذ أن مارست هذا الأمر تطوعا وليس منصبا له مقابل. نعم. منذ أن منحت هذه المنحة وجدت هناك تمييز بين معاق ومعاق. كيف؟ هناك من هو معاق حركي يتاح له أن يشتري سيارة لأنها مجهزة أجهزة خاصة في قيادتها باستعمال اليدين. تمام. والكفيف هو الذي لا يمكنه أن يأخذ هذه السيارة. تمام. لما؟ إن كان لابد فعلى الكفيف أن يأتي بمن يقود له السيارة ويكون له الحق مثل غيره. فوجدت في هذا تمييزا على أن معاق ومعاق يفضل أحدهما على الآخر. كيف هذا يحصل على السيارة وكيف الكفيف لا يحصل عليه؟ تعاملت مع الموقف ده ازاي يا شيخ حسن؟ ولم أتمكن من هذا الأمر. ما زلت أسعى لكي نتخلص من هذه من هذا التمييز. وكذلك هناك بعض الناس أرى كفيفا وأعرفه معين ضمن 50% بياخد كام؟ 300 جنيه. كيف تعينه وأولاده على المسكن الذي نحن بصدده في المساكن التي لم توفر؟ وكم عدد ذوي الاحتياجات؟ أذكر لك عددهم، أن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان لم يصلوا إلى عدد حقيقي وإنما تقاربي. في 2010 كانوا 12%،
يعني فيما يقرب عن 12 مليون منذ 25 يناير أضف عليهم من أصيب ومن بتر ومن قنص في عينه ومن أصبح ذوي الاحتياجات الخاصة من ثورة 25 يناير إلى وقتنا هذا أضيف إليهم الكثير والكثير. فكيف نتعامل مع هؤلاء أو كيف الدولة تتعامل مع هؤلاء أو من منحهم الله وجعلهم وكلاء الأمة؟ نعم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء وكلائي أيناكم يا وكلاء الأمة وأيناكم يا من تقومون على هذا الأمر من هؤلاء الفئة التي شرفها الله بما جعل بها أي إعاقة من إعاقاتها بصرية أو حركية. تمام. طيب شو حسن لو تكلمنا أو تطرقنا في الحديث أيضا عن رابطة المعاقين العرب، هل يعني ليها انتماء للجمعية أو كيف تتواصلون معها إذا كنتم تتواصلون؟ كل الروابط والاتحادات كلها غير مفعلة. كلها غير مفعلة. ليه مش مفعلة؟ أو هي آليات تفعيل هذه الروابط يا فندم لكي تكون يعني سندا وخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة؟ هو ده المفروض. نعم. لكن المفروض شيء وما يطبق على أرض الواقع شيء آخر. نعم. لما لم يكن لذوي الإعاقات أو سواء مكفوفين أو حركيين لما لم يكن لهم في كل جهة يعمل؟ أنا في الأوقاف، لما لم توفر الأوقاف مسكنا لهؤلاء، مسكنا يتلائم مع دعوتهم؟ لما الكفيف لا يبعث؟ لما كيف الكفيف يتقاضى أجر بدل مرافق 33 جنيه في الشهر؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الكفيف؟ يتقاضى أجرا راتبا، يسكن، أنا من الذين يسكنون سكنا مؤقتا 600 جنيه في الشهر. في 2010 أعلنت محافظة الجيزة عن مساكن لذوي الاحتياجات الخاصة. من الذين تقدموا بطلبهم تقدمت بطلب، وحتى الآن لم أتمكن من مسكن يتلائم معي ومع أسرتي. كلما أذهب إلى إدارة الإسكان يقول الشهر القادم، الشهر الذي يليه، الشهر الذي يليه، وهكذا. نعم. من 2010 حتى 2014 لم أحصل على مسكن، وغير الكثير والكثير. طب مطالبكم أنتوا ك يعني ذوي احتياجات خاصة أو مكفوفين، ماذا تطالبون من الدولة وما هو الدور الذي يجب أن تقوم بها الدولة على أكمل وجه لكي يحقق لكم يعني حياة ملائمة أو حياة تناسبكم يعني تناسب الظروف اللي بتمروا بيها؟ كما قامت الثورة على عيش وحرية وعدالة اجتماعية. وعدالة اجتماعية. نعم. نحن جزء من هذه البلد التي قامت بها الثورة، وجزء من العدالة الاجتماعية طبعا، جزء من كل ما يخص الثورة وما قامت عليه الثورة. نرى كما قلت لك من أصيب من 25 يناير من الجيش والشرطة والمدنيين الكثير والكثير. نريد الاندماج في هذا المجتمع بالمساواة بيننا وبين غيرنا، ولا ينظر إلينا بنقص في عضو من أعضائنا. نريد مسكنا كريما، راتبا كريما، حياة كريمة. وهناك ينقص ذوي الحركات لغة الإشارة. لما لم يكن في كل قسم أو مكتب ضرائب يكون مترجم لغة الإشارة لهؤلاء؟ لما يطلبون من الكفيف معينا في المحاكم وفي غيرها وفي البنوك؟ يعني لما يحسسونه بأنه يعجز عن هذا حتى يأتي بأحد آخر يكون له معينة؟ نعم. لا.
هذه الأمور لا نرضاها على أنفسنا. يعني حضرتك لا فهم كلامك أنك تطالب أنه ينخرط ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة أكبر من بصورة ذلك أكبر وأن توفر لهم كافة السبل والوسائل لكي يستطيعوا أن يعبروا عن ذاتهم. يمكن هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا أنهم أفضل من الأشخاص السلام. حضرتك طبعا يعني تذكر وتعلم أكثر مني أن هناك من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا بطولات دولية وبطولات عالمية ومحلية كثير من المجالات والرياضات طبعا. نعم نعم نعم. وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان عوتب في أحدهم من هو لا أقول على ذاته وإنما أقول على صفته خير البرية. نعم. فكيف تلقون الله يا من تقومون على الأمر في هؤلاء في هؤلاء؟ نعم. ماذا تقولون لله يوم القيامة عندما يهدر حق كفيف أو ذو إعاقة أخرى؟ طبعا. ماذا تقولون لله؟ حقهم موجود في المجتمع، أعطوهم حقهم كأي إنسان، لا نريد تفاضلا على غيرنا، ونحن بشر مثل بقية البشر. نريد حق بمعنى الكلمة، ولا نريد أوراقا تكتب وتسجم في الأدراج. يمكن إن شاء الله خلينا نلتمس خيرا يا شيخ حسن إن في الفترة نحن نتفاءل خيرا. نعم نعم في ثورتنا هذه، ولكن أقول لك إني أطلب مسكن من 2010 حتى الآن لم يتحقق طلبي. أنا أعد حضرتك إن هذا المطلب إن يكون أولى اهتمامات أو أولى اهتمامات عندنا في القناة وإن شاء الله نصل. وأنا أشكر وأنا أذكر أن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن رجل على خلق. طيب. شيخ حسن. ولكن أنا وغيري لا أقول أنا. نعم. طيب أخيرا شيخ حسن. هسأل حضرتك سؤال، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أخذ منك نعمة البصر وأعطاك نعمة أفضل منها وهي نعمة البصيرة، كيف ترى مصر حاليا؟ أراها حاليا إنها تخطو خطوات تخرج من عنق الزجاجة. نعم. وأراها عندما تخرج إلى الأفق ستكون الدولة الثابتة الراسخة الداعية للحق لنصرة الدين ولنصرة المجتمعات الأخرى إن شاء الله، وأنها قائدة ورائدة، وكما قال بعض القائلين أنها أكبر وأم لجميع الدول العربية. يا رب نتمنى ذلك دائما. بشكرك جدا وأسأل الله عز وجل أن يرزق أهل مصر من غرسها وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا. آمين. ولا أختص بالولاية أحد بعينه. اللهم آمين رب العالمين. بشكرك جدا الشيخ حسن عبد الخالق المناعي كبير أئمة بوزارة الأوقاف. شكرا جزيلا يا فندم، وأنا تشرفت باللقاء مع حضرتك. لي برضو حتة بسيطة تسمح لي فيها. تفضل يا فندم. هناك بعض المعاقين في القرى والأرياف يعملون في الفلاحة. لما لم تخصص لهم قطعة أرض يزرعونها؟ إن لم يزرعونها بأنفسهم يأتون بالأجراء. نعم. ويعينون أنفسهم على حاجاتهم. نعم. أود ذلك أن يدرج في برنامجكم وفي قناتكم الموقرة القائمين عليها كلهم خير وأهل خير إن شاء الله. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد يا رب العالمين. وأعد حضرتك يا فندم أن هذه المطالب إن شاء الله تكون أولى اهتماماتنا. وعايز أختم حضراتكم أختم لحضراتكم بيعني مثل أو موقف معين. حينما كان أحد الإعلاميين زميلنا كان مستضيف يعني طفل صغير كفيف وسأله أو هو الطفل ده قطع المذيع وقال له أنا لم أريد أن ربنا سبحانه وتعالى رجال البصر. فالمذيع استغرب وقال له لماذا لا تريد ذلك؟ قال كي من الممكن أن يكون ذلك حجة يوم القيامة أمام الخالق عز وجل فيخفف علي بعض العذاب حينما أسأل ماذا فعلت بالقرآن الكريم. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة. اللهم يا رب إن شاء الله هذه الفئة من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة أن يعني يتم توفير كافة احتياجاتهم، لأنهم فئة كبيرة جدا وفئة وعنصر مهم جدا وفعال في هذا المجتمع المصري الحبيب. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم اللون الأخضر. نلقاكم غدا إن شاء الله في لون أخضر جديد. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
you